بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بالحرف الواحد، العلم والدين والحياة، أضلاع لمثلث متساوي. كل الأضلاع الثلاثة دول طول ما احنا ماشيين في الحياة بنلاقي إن ما بين الحياة وما بين العلم وما بين الدين يا إما بنتلخبط وما بنعرفش نتعامل معهم هما الثلاثة، يا إما نظبط الثلاثة والثلاثة يستقيموا مع بعض نعيش حياة حلوة مستقرة طبيعية متزنة متوازنة فيها طمأنينة. لأن بدون العلم هتكون عايش في جهل كبير، وبدون الإيمان هتفقد الروح والقلب، وبدون ما تتفاعل مع الحياة هتبقى على الهامش، وبالتالي هتفقد أي ضلع في المثلث هنفقده، هتكون النتيجة إنك لن تعيش حياة سعيدة. تعالوا النهاردة نبدأ مع حلقة النهاردة وندخل مع بعض في حلقة مخصوصة من الحرف الواحد. زي ما قلنا كل مرة احنا بنتكلمش على الإعجاز العلمي ولا بنحاول نفسر الآيات تفسير علشان نقول شفتوا الإعجاز بتاع القرآن، احنا بنغوص في العلم وبنفهم العلم كويس قوي على قد ما نقدر، وبعدين نكتشف ان ايه ده الإيمان ملتقي. إذن الإيمان القوي متفاعل مع العلم وما بيهمش الحياة. موضوع النهاردة اللي هنعيش معاه موضوع عن نظرية اسمها نظرية الكوانتم أو الكم، واللي معناها إن الضوء أو النور له عزم وله طاقة. يعني النور ممكن يتراكب على بعضه فيقوي بعضه فيظهر في مكانين أو أكتر في نفس الوقت، أو يبقى زي خط متصل أنت شايفه قدامك وهو بيتواصل مع بعضه. إذا النظر يسمع الكوانتم عن النور عن الضوء، تعالوا نتكلم عن النور عن الضوء بين الحياة وبين الدين وبين العلم. في الحياة النور بديل الظلمة، من غير ضوء نعيش في ظلمة. الناس عمالة كل شوية تبتكر أشياء علشان تخلي الحياة أجمل بالضوء، من غير ضوء مفيش اللوكيشن دون ومفيش التصوير دون. الإضاءة عملية مهمة جدا في الحياة، ويمكن من أشهر أنواع الإضاءة الممتعة، أنا بتكلم على الحياة وفرحة الحياة، من أشهر الحاجات الممتعة للعين في الحياة وبالذات للأطفال لمبة الليزر، وتلاقيهم بقى مسكنها وعمالين لأنها مركزة قوي، لأن فيها فكرة نظرية الكوانتم. ضوء مركز قوي متراكب على بعضه، فأنت شايف خط الضوء أهو، أنت نور الشمس، أنت نور الشمس ما بتشوفش خط الضوء، أنت اللمبة دي أنا مش شايف خط الضوء، لكن الليزر الضوء لدرجة أنك ممكن يوصل للطيارة. يعني ممكن ولد صغير قاعد على سطح عمارة ماسك الليزر يشوش بيه على الكابتن في الطيارة في السماء، لدرجة ان بعض الطيارات في بعض الدول زي روسيا وكده بيغيروا اتجاهات الطيارات علشان العيال اتعودت انها بتشوش عليهم. ده نور الليزر غير اللمبة العادية، لا اللمبة العادية ما بتعملش كده ولا نور الشمس بيعمل كده، لان ضوءه له عزم وطاقة بيتراكب على بعضه بيقوي بعضه لحد ما يوصل لأبعد نقطة اللي هي زي الطيارة. وهي دي أحد تطبيقات نظرية الكوانتم اللي بنتكلم عليها. لكن الحقيقة المهم اللي أنا قلته ده متعة، يعني احنا قلنا الأول الحياة النور في الحياة دي متعة ولعبة، يعني الأطفال بينبسطوا بيها. بتيجوا نتنقل من الحياة للدين، الدين بيقول إيه عن النور والضوء؟ النور في الدين عملية مهمة قوي، بس النور في الدين له بعد تاني بقى، نور الله سبحانه وتعالى اللي من نوره نور الكون كله. في آية عظيمة كلنا بنحبها في القرآن وبنحب نقولها، يمكن ما بنفهمهاش كويس، ويمكن أنا شخصيا قريت تفسيرات كتيرة والحقيقة بعد سنين طويلة أنا ما فهمتش، مش عيب أن أنا ما فهمش، لكن القرآن له طريقة عجيبة يا جماعة، يشبه حاجة صعبة بحاجة سهلة سهل الفهم، بس أحيانا بيبقى حتى الفهم السهل محتاج علم. المهم إيه هي الآية اللي بتتكلم على نور ربنا؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
أنا ما فهمتش، أنا مش فاهم، مش فاهم الآية، بس اللي أنا كإنسان بحب الدين حسيته أن نور الله لا ينطفئ أبدا. ده المعنى اللي أنا حسيته، مش زي نور الشمس لا شرقية ولا غربية بتشرق وبتغرب، لا، نور الله لازم يكون زي حاجة تشبهها بيها دائمة النور. زي إيه نوره؟ زيتونة، شجرة الزيتون، ثمرة الزيتون عجيبة، مش زي نور الشمس، زي الزيتون بالتحديد، زيت الزيتون يكاد زيتها يضيء، جدا غريبة. لا ده كمان الآية بتقول زي نور الكوكب الدري، كأنها كوكب دري، كوكب مضيء. يا جماعة ده الأصل في الكوكب إنه جسم معتم مش منور. نور الله زي كوكب منور وزي نور زيت الزيتون، أنا مش فاهم. اوعى تلوي الآية، اوعى تحاول تروح تفسر تفسير علمي وانت مش فاهم، تلخبط الدنيا. ما نعمل ايه؟ روح للعلم، احترم العلم، احترم الضلع الثالث في المثلث. ما تاخدش ضلع الدين من غير ما تسمع ضلع العلم بيقول ايه، عشان الحياة تنور فيبقى المثلث مستقيم. بس قبل ما تروح للعلم لاحظ الآية اتختمت بإيه؟ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الآية بتتكلم عن العلم، علم الله، يعني هو اللي بيقول لنا روحوا للعلم. تخيل كأنه بيقول لنا مش هتفهموا الآية ما تلووش. ختام الآية إيه؟ روحوا للعلم. الضلع الثالث، تعالوا نشوف العلم بيقول إيه عن النور والضوء. العلم بيقول ثلاث حاجات هنربطهم ببعض. الأول صعب اللي أنا بقوله بس هنمشي واحدة واحدة. العلم بيقول إن في نظرية اسمها نظرية الكوانتم، اللي هي تواجد الأشياء في مكانين أو أكتر في نفس الوقت. وتطبيقات نظرية الكوانتم دي كتيرة جدا في حياتنا. الليزر، لمبة الليزر أبسط حاجة، أنت شايف الضوء طالع من قدامك أهو وعمال يركب في بعض، يركب في لغاية ما واصل تقدر تسلطه على حاجة بعيدة جدا جدا جدا. نفس نظرية الكوانتم دي تطبيقاتها الموبايل، التشات انت بتبعت وبيظهر في نفس الوقت، الايميلات نفس الفكره، الواتساب، في الطب اشعه الرنين. وابسط مثال زي ما قلت لك لمبه الليزر، مش اللمبه العاديه، اللمبه العاديه ما فيش فيها نظريه الكوانتم. نظريه الكوانتم عايز ضوء بيركب على بعضه، الشمس لا، لا حاجه تانية. اشمعنى لمبه الليزر هي اللي تخليني اشوف الضوء في مكانين بعاد قوي بين السماء والارض والضوء قدامي عمال؟ لانها بتركز الضوء فبيركب على بعضه فيتركز فوق بعضه، غير اللمبه العاديه. كده خلاص قلت لكم دي واضحه، خلاص عرفنا الكوانتم معناه ايه علميا. موجات الضوء المتشابهه تماما، لها عزم ولها طاقه، بتتجمع وتتراكب على بعضها البعض لتكون ضوء مركز. الشمس مش كده والا نموت، ولا اللمبه العاديه كده. تخيلوا لو الشمس زي كده، اللهم لك الحمد، تخيلوا لو الشمس زي الليزر نموت نتحرق. لكن موجات ضوئية تتراكب مع بعضها، نور متراكب على بعضه. يعني نور متراكب على بعضه؟ نور على نور. لا استنى، قلت ايه تاني؟ يعني ايه نور متراكب على بعضه؟ لما تشوفها علميا في الافلام اللي بتعرض الحاجات دي تلاقي الاشعة بتركب على اشعة، نور بيركب على نور. هي مش الآية كان بتقول نور على نور؟ لا هنيجي للآية دلوقتي. نور متراكب على بعضه فيصل الضوء المركز للطيارة بقى لأي مكان بعيد. حاجة تانية مهمة جدا 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 بيقولها العلم، مفاجأة من العيار التقيل. العلماء وجدوا ان في حاجة تانية ضوءها مركز جدا زي الليزر. انا عمال اقول الليزر لانه سهل. تفتكروا تخيلوا ايه؟ النبات. يعني ايه معقولة النبات؟ ايوه، العلماء وجدوا ان الضوء اللي بيخرج من نباتات بيطلع زي طريقة ألم الليزر بس انت ما بتشوفوش. النباتات بتعتمد أساسا على نظرية الكوانتم برضو، لأن الكلوروفيل اللي موجود في النبات هو اللي بيديها النور الأخضر، اللون الأخضر، وبينور ليل نهار اعتمادا على نظرية الكوانتم. النباتات بتستقبل كمية وافية من أشعة الشمس، بتتوهج مضيئة بنور فلوروسنتي أحمر قوي، والنور ده بيخرج منها باستمرار ليل ونهار، بس عينينا مش بتقدر تشوفه. لكن تم رصد النور ده، تخيلوا منين؟ من الفضاء، بأجهزة حديثة وحساسة جدا متركبة على أقمار صناعية. عشان كده بيشوفوا كانت ناسا وكده رصدوا الكلام ده، بيشوفوا كوكب الأرض من الفضاء زي كوكب دري متلألئ.
ده مش أنا اللي بقول، دي وكالة ناسا مصورة كده، أنا شفت الصورة بعناية، كوكب ومنزلاه. هتقولي طب واجيبه منين؟ ادخل على وكالة ناسا هتبص تلاقي الفيلم موجود متصور من الفضاء، نبات منور كله أحمر يصل للفضاء البعيد زي بطارية الليزر بالظبط. وده مش كلامي أنا، زي ما بقول لكم ده كلام جوانا جوينر عالمة الفضاء في وكالة ناسا في فيديو حوالي 3 دقايق منشور على صفحة الوكالة. أكتر من كده رصدوا الضوء الأحمر اللي طالع من الأرض وبدأ يستخدموا ديا في أنهم يعرفوا كثافة النباتات، فين حتت في الأرض فيها نباتات كثيفة يلاقوا نور أحمر طالع كتير، وحتت بقى صحراء وما فيهاش نباتات يلاقوا نور أحمر طالع قليل. فاستخدموا الحكاية دي في حاجة مفيدة جدا للحياة، للضلع الثالث، إن هم يرسموا خرائط فلورسنتية اسمها خرائط ناسا الفلورسنتية المنورة، يشوفوا من خلالها الدور الأحمر ضعيف فين في الأرض، فيتوقعوا إن نباتات هنا مجهدة، فيتوقعوا إن البلاد دي هيحصل فيها مجاعات في المستقبل لأن الدور الأحمر اللي طلع ضعيف. بس أنا بوريكوا قد إيه هم قدروا يكتشفوا بيها ويعرفوا منها. يعني كده يا جماعة نظرية الكوانتم تاني، معلش بقى نلخص بقى براحة كده، اللي معناها إن الضوء أو النور بيقوي بعضه، له عزم الطاقة فبيقوي بعضه فيظهر في مكانين في نفس الوقت، خط قوي نتيجة أن الضوء يركب موجة فوق موجة فيتركز نور على نور، موجودة في الليزر وموجودة في النبات لأن النبات مالي الأرض، فبتكون النتيجة أن كوكب الأرض اللي هو أصلا معتم لما تبص عليه تلاقيه كوكب دوري منور نور فلورسنتي من الفضاء، مع انه معتم اصلا لكنه بينور بسبب ايه؟ النباتات اللي عليه، في ظاهره العلماء سموها الاضاءه الفلورسنتيه للكلوروفيل للنباتات على الارض. لكن كمان العلم قال حاجه ثالثه، قال ان في نفس الموضوع ان في حاجه ثالثه بتنور بنفس الطريقه بتاعه الليزر وبتاعه النباتات. ايه هي؟ مفاجاه، مستعدين؟ نوع من الزيوت، نوع واحد فقط بينور لوحده بنفس الكيفية، زيت الزيتون، لأنه الزيت الوحيد اللي بيتعصر من ثمرة الزيتون نفسها فبينور نتيجة تأثير نظرية الكوانتم على الكلوروفيل، زي ما هي بتأثر على النباتات فبتنور في نتيجة تأثير الكوانتم. إيه ده؟ الله على العلم. عرفت ليه ربنا ختم الآية بالعلم؟ مش هتفهم الآية، مش هتفهم الآية إلا ما تروح للعلم. فعلا العلم نور، تعالوا نعيش مع صورة النور، اسمها صورة النور خلت بالك، والآية اسمها آية النور. اسمعها كده تاني يمكن تحس بيها وتفهمها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. هنحط زيت الزيتون فين؟ في زجاجة، علشان هنسيبه كده في زجاجة. لما تحط الزيت في زجاجة كأنها كوكب دري، زي ما بتشوف الكوكب من بعيد، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، محتاج ضوء كافي، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لأنه معتمد على النظرية، نور على نور. بس خلي بالكو مش كل الناس هتشوف الكلام ده. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. عايز تعرف ازاي نور الله لا ينقطع ويضيء السماوات والأرض؟ نور الله لو عايز تفهم مثل سهل تعرفه بيه لقوته واستمراريته انه لا ينقطع، نظرية الكوانتم. روح اقرا في العلم وانت تفهم. المثل هو ضوء زيت الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني خدت كمية أشعة شمس كتير وافية فنورت إضاءة مستمرة ليل ونهار ما بتقفش. كذلك نور الله أتاح للكون نور يكفي أن يعيش الناس النور بلا انقطاع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لأن في نور كافي عشان يفضل منور بدون عامل مساعد. هنحط
حطوا فين زيت الزيتون ده؟ في زجاجة، لما تشوفها شوفوا في الزجاجة كأنك شايف كوكب منور بنفس طريقة الإضاءة بتاعته. مين عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن الكوكب بينور بنفس طريقة زيت الزيتون؟ طب ليه بينور؟ لأنه نور متراكب على بعض، نور على نور، مش ممكن نفهمها إلا من خلال العلماء ووكالة ناسا في الفضاء في القرن الحالي. من علمك هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا فهمنا بالعلم كده مراد الله مثل لنوره. ايه اللي كان هيعرف سيدنا محمد وقتها ان زيت الزيتون ممكن يضيء بذاته؟ وايه اللي كان هيخليه يشبه اضاءته باضاءة الكواكب؟ الاية مش سهلة، الاية صعبة جدا. بقالي انا من يوم ما اتولدت مش فاهم الاية، ما تفهمهاش إلا من خلال علماء أجلاء، نور على نور متراكب، لأن الاتنين بيعتمدوا على نظرية واحدة اسمها الكوانتم. هذا التشبيه المعجز هو من عند الله اللي أوجد نظرية الكوانتم. هذا هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا خلونا نرجع للدين بعد ما تكلمنا في العلم كتير، نرجع للإيمان. نقول يقول الله تبارك وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. عيش مع نور ربنا، نور الله حواليك لن يختفي. انت اللي مش عايز تشوفه، انت اللي مش عايز تقرب منه، انت اللي مصر انك تغمض عينيك. لا انا اسف، المشكلة مش في عينيك، المشكلة في قلبك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحياة لما بتكون بعيدة عن نور ربنا بتبقى قاسية قوي، بتبقى مضلمة. يقول النبي كل يوم كان يقول الدعاء ده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي عقلي نورا، وفي وجهي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، اللهم اجعل لي نورا. حلقة اليوم كانت عن النور، عن الضوء بين الحياة والعلم والدين، واكتشفنا إن نوكلاش كلهم بالحرف الواحد زي بعض. شكرا يا جماعة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.